مع مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، طبعا في الأخبار معروف أن هناك جلسة سادسة وقد فشلت، لكن من الأهمية بمكان أن نتابع معك ردود أفعال هذا الفشل للمرة السادسة لاختيار رئيس للجمهورية. كيف استقبلت الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية هذا الأمر؟ تحياتي لك في البداية. كانت هناك ردود فعل غاضبة داخل كافة الأوساط السياسية وأيضا الأوساط الشعبية في لبنان عقب الفشل للمرة السادسة في التوصل إلى توافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وخصوصا في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة اللبنانية. ولكن عقب انتهاء الجلسة اليوم خرج الجدل الذي دار على مدار الجلسة إلى خارج قاعة البرلمان، حيث تبادلت القوى السياسية الاتهامات حول تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد وشل الحياة السياسية في البلاد، وخصوصا بعد تصريحات أدلى بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مع وهو بالمناسبة هو من أكبر التيارات المسيحية في البرلمان اللبناني والمعنية بانتخاب رئيس جديد للبلاد. كان في لقاء مع أعضاء الحزب في العاصمة الفرنسية باريس، وتحدث إليهم أنه لا نية لدعم المرشح التوافقي الذي يسعى البعض إلى حشد الأصوات وراءه وهو سليمان فرنجية. وصارت هذه التصريحات موجة من الغضب، لأنه حملت التصريحات كلاما اعتبرته أطراف سياسية أنه مسيئا لها، وتسود حالة كبيرة جدا من الجدل بخصوص هذا الأمر، مما ينذر بأن الجلسة السابعة لن تكون أيضا محطة لانتخاب رئيس أو محطة حتى لمجرد التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وما ينذر بمزيد من الفراغ الرئاسي في الدولة اللبنانية. أحمد، يعني وفق خبرتك مع واقع السياسة اللبنانية، ما هو المتغير الذي يمكن أن يحدث وبناء عليه يمكن أن يعني تسير الأمور إلى طريق الحل؟ يعني لأن هذه ليست التجربة الأولى ولا الخبرة الأولى مع هذا الشغور الرئاسي، وبالتالي تاريخيا ما الذي يحدث حتى تسير الأمور في مسارها الطبيعي؟ البرلمان اللبناني في الوقت الحالي لا يوجد فريق سياسي مسيطر على الأغلبية، وبالتالي لا يمكن لأي فريق مهما كان التحالف أو قوة تحالفه أن يصل بشخص أو بمرشحه إلى مقعد الرئاسة، وبالتالي لا بديل عن التوافق، وليس مجرد فقط التوافق، ولكن بل ما يطلق عليه تسوية، مثلما حدث في 2014 أو في الفترة التي تلت الفراغ الرئاسي في 2014 وحتى أواخر 2016، حينما تم أو قامت أجماعة القوى السياسية بالكامل على ما يسمى بالتسوية، لأن التسوية تتضمن انتخاب رئيس جديد للبلاد وأيضا العقبات التي تلي انتخاب رئيس جديد للبلاد، لأن القضية ليست مجرد انتخاب رئيس ولكن يليها تشكيل حكومة أو تكليف شخص بتشكيل الحكومة، ثم بعد ذلك طرح هذه الحكومة للحصول على ثقة مجلس النواب، ثم بعد ذلك برامج كثيرة للإصلاح الاقتصادي تتضمن قوانين وتشريعات. فبالتالي المطلوب في لبنان الآن ليس مجرد توافق، ولكن المطلوب تسوية تدعمها كافة الأطراف السياسية وتوافق عليها كافة الأطراف السياسية للإسراع بكافة الخطوات الكفيلة ببداية انتشال البلاد وفقا لخطة الإنقاذ والتعافي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. بخلاف هذه التسوية أو بخلاف هذا التوافق، يوقن اللبنانيون بشكل كبير أن لا تقدم على مستوى السياسة في لبنان خلال الفترة المقبلة في غياب هذه التسوية. طيب أحمد، يعني رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد قال في جلسة سابقة أيضا فشلت في الوصول إلى حل، أنه ربما ستكون هناك حلول في نهاية المطاف سيلجأ إليها. ما الذي يعني كان يعنيه بهذا الكلام؟ ما يعنيه هو إطلاق مبادرة للحوار بحيث تنعقد جلسات خاصة للمجلس من أجل تحقيق الحوار، وكان هذا أيضا مسار جدل كبير في جلسة اليوم، حيث طلب عدد من النواب أن يتم عقد جلسات مفتوحة تعقد على مدار اليوم وتعقد يوميا من أجل الحوار وليس فقط من أجل الانتخاب، يعني تعقد جلسة في الأسبوع للانتخاب ولكن يوميا تعقد جلسات من أجل الحوار بين القوى السياسية، لأن كما شهدنا في جلسة اليوم أو جلسة الأسبوع الماضي أو أيضا الجلسات السابقة أن هناك رغبة من كثير من النواب في طرح تساؤلات تتعلق بتفسير مواد دستورية متعلقة بانتخاب رئيس للبلاد،
او مواد اخرى، فبالتالي ما يأمله او ما يحمله الرئيس بري في حال فشل التوافق خلال الفترة المقبلة هو الدعوة الى الحوار والاستماع الى جميع الاراء ومحاولة التقريب بين وجهات النظر سعيا للوصول الى ما يسمى بالتسوية، لان لا مفر من هذه التسوية، وهذا ظهر بوضوح. من الملاحظ ايضا ان هناك كثير من النواب بدأوا في فقدان الحماس للمشاركة في الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بدليل ان اول جلسة عقدت في 29 سبتمبر الماضي شارك فيها 122 نائب، ولكن جلسة الاسبوع الماضي شارك فيها 108 نواب فقط، وجلسة اليوم شارك فيها 112 نائب. هناك عدد كبير من النواب يرون انه لا جدوى من عقد هذه الجلسات والذهاب الى المجلس والعودة الى المجلس دون تحقيق اي تقدم ملموس، في حين يفقد النواب مصداقيتهم وشعبيتهم في الشارع الذي انتخبهم منذ قرابة 6 أشهر. وبالتالي هذا الموقف يضع الجميع في حرج بارغ، ولا بد من وهذه هي وجهة نظر ورؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه لا بد من دعوة للحوار او لا بد من ان يجتمع الجميع على طاولة واحدة للخروج بتوافق يقود إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. يبدو وفق هذه المعطيات أحمد أن القوس سيظل مفتوحا بعض الشيء في الحياة السياسية في لبنان. شكرا جزيلا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب.